عائلة حافظ، رعد وأخواتها، فهد، أسلحة صنعتها أياد مصرية أبهرت بها العالم وأثبتت مكانة عالية في عالم الصناعات العسكرية. لكن الطموح المصري لم يتوقف عند القنابل أو المدرعات، بل برز شبح مصري أرعب أعداء المصريين وأدهش حلفائهم. إنها المسيرات المصرية، فخر الصناعة العسكرية لأم الدنيا والمنظومة المتكاملة للدفاع والاستطلاع والمراقبة. إليكم قصتها. مصر تتفوق في عالم المسيرات. في ظل الحروب والصراعات والأزمات، ليس الآن فقط بل عبر التاريخ، تتسابق الدول وتتنافس لإبراز قوتها العسكرية وامتلاك أحدث أنواع الأسلحة وأخطرها. وبينما تسعى الدول لشراء تلك الأسلحة والاستحواذ عليها، دول أخرى تصنع أسلحتها بنفسها وتصدرها للخارج. مؤخراً ومنذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكم في مصر، أولى الجيش والصناعات العسكرية اهتماماً كبيراً ومنحه سيطرة على شتى قطاعات الاقتصاد، ومن أهمها الصناعات العسكرية التي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات العشر الأخيرة. وبرز التقدم المصري في هذا المجال خلال معارض إيداكس التي استضافتها الأرض المصرية. ومن أهم ما قدمته مصر في الصناعات العسكرية الطائرات المسيرة، التي لمع نجمها في الصراعات والنزاعات العالمية في الفترات الأخيرة، من الحرب الروسية الأوكرانية إلى حرب غزة الأخيرة. لذلك قرر المصريون وضع بصمتهم في هذا المجال وصنعوا مسيراتهم الخاصة. وتعددت أنواع الطائرات المسيرة التي أبرزها المصريون لزوارهم، منها طائرة 30 من يونيو، كونها مسيرة استطلاع مزودة بمنظومة كهرومغناطيسية لها إمكانيات متعددة مثل التصوير الليلي والنهاري والبقاء في الجو لمدة 14 ساعة. أما نسختها المعدلة المعروفة باسم 6 أكتوبر، التي تصل سرعتها إلى نحو 260 كيلومتراً في الساعة، وتستطيع البقاء في الجو نحو 30 ساعة. كذلك أطلقت مصر منظومة الاشتباك المطورة بنظام الاتزان القادرة على تتبع الأهداف آلياً، والتي شهدت تحديثاً في نسختها الحالية ولقبت بصائد المسيرات، إذ كانت مدعومة بمدفع عيار 14.5 ملم خارقة للدروع، ويمكنها كشف الأهداف من طائرات الدرون والمسيرات الانتحارية. عام 2023 شهد معرض مصر الحربي الدولي للصناعات الدفاعية عن تطوير وتصنيع مجموعة جديدة من المسيرات محلياً تحمل اسم عرابي. فما هي هذه المنظومة التي تعتبر فخر الصناعة العسكرية المصرية في عالم المسيرات الحربية؟ عائلة عرابي تدهش العالم. منظومة مصرية متكاملة من الطائرات بدون طيار، مخصصة لمهام تدريب أطقم قوات الدفاع الجوي والاستطلاع والمراقبة. عائلة عرابي تتضمن 5 طرازات من الطائرات المسيرة بدون طيار المصنفة من فئة الطائرات الهدفية، والتي تستخدم لتدريب أطقم الدفاع الجوي على اكتشافها واعتراضها بواسطة المنظومات الدفاعية المختلفة. وعرابي المصرية عائلة كبيرة قادرة على تأدية مهام عديدة في الوقت نفسه، مثل الاستطلاع والمراقبة والتجسس والاغتيال وغيرها. أما عائلاتها بالتفصيل فهي عرابي 1 المطورة، يبلغ طول الطائرة 1.16 متر، وتستطيع التحليق حتى 60 دقيقة بسرعة 120 كيلومتر في الساعة تقريباً، وعلى ارتفاع 2 كيلومتر ومدى يبلغ 40 كيلومتراً. الطائرة مزودة أيضاً بعواكس ركنية ومشاعل حرارية يتم إطلاقها بواسطة قاذف إطلاق، ويمكن التحكم بها بواسطة محطة قيادة متحركة أو ثابتة، بينما تتم استعادتها عن طريق الهبوط الانزلاقي. تستخدم عرابي 1 في تدريب واختبار جاهزية أطقم وعناصر الدفاع الجوي قصيرة ومتوسطة المدى. تعمل حالياً في الخدمة بالجيش المصري من خلال محطة توجيه أرضي، وتتميز بسهولة الاستخدام.
المسيرة عرابي 2. تتميز هذه النسخة بسهولة الاستخدام وسرعتها العالية مقارنة بعرابي 1. يبلغ طولها 1.3 متر وتستطيع البقاء في الجو لمدة 45 دقيقة، أما سرعتها فتصل إلى 200 كيلومترا في الساعة. كذلك يمكنها الطيران حتى ارتفاع 2 كيلومتر، وتمتلك مدى عملياتي عمل يصل إلى 40 كيلومتر. تطلق المسيرة بواسطة قاذف إطلاق بينما تتم استعادتها بالانزلاق، وتستخدم أيضاً كطائرة هدفية لتدريب أطقم الدفاع الجوي. المسيرة عرابي 3. تتميز هذه المسيرة بتصميمها المطور، ومن مميزاتها صغر الحجم وجناحاتها من نوع دلتا. تعمل المسيرة كطائرة هدفية لتدريب أطقم الدفاع الجوي على التصدي للأهداف الجوية ذات القدرة العالية على المناورة. يبلغ طولها 1 متر وتستطيع البقاء في الجو لمدة 45 دقيقة، كما يمكنها التحليق بسرعة تبلغ 200 كيلومتر في الساعة، أما مداها العملياتي فيصل إلى 40 كيلومتر. عرابي 4. مسيرة مخصصة لمهام الاستطلاع والمراقبة. تعمل بتزويدها بعاكس ركني وأجهزة استطلاع، كما تتضمن كاميرات تصوير بقدرات عالية ووصلة نقل بيانات. نظراً لخفة وزنها فإن إطلاقها يتم باليد، إذ يبلغ طولها 1.10 متراً ويمكنها التحليق على ارتفاع 400 متر ويصل مداها إلى 10 كيلومتر. كذلك من مميزاتها أنه يمكن استخدامها كطائرة هدفية. عرابي 5. أحدث نسخة من عائلة عرابي المصرية، خصصها مصنعوها لعمليات الاستطلاع والمراقبة، كذلك يمكن استخدامها كطائرة هدفية. طولها يبلغ 2.1 مترا، بينما يمكنها البقاء في الجو حتى 120 دقيقة. تستطيع الطيران بسرعة تبلغ 80 كيلومترا في الساعة على ارتفاع 3 كيلومتر، أما مداها العملياتي فيبلغ 70 كيلومتر. عرابي 5 مزودة بكاميرا للتصوير وناقل للبيانات. قذفها والتقاطها ممكن بسهولة عبر قاذف أو ممر ممهد. لم يقتصر التصنيع المحلي المصري للمسيرات على الطائرات بدون طيار التي تستخدم لأغراض الاستطلاع أو العمليات القتالية، بل يشمل أيضاً منظومات الطائرات بدون طيار الهدفية، مثل الطائرات بدون طيار من طراز طابة 1 و2. كذلك تسعى مصر لإتمام شراكات عسكرية دولية، منها شراكتها مع الصين التي أثمرت عن طائرة آلهة السماء أو نوت، وهي طائرة مسيرة تصل سرعتها إلى 180 كيلومترا في الساعة الواحدة، بينما أقصى ارتفاع طيران للطائرة يصل 5 كيلومتر، وتحمل 65 كيلوغرام من الأجهزة الحساسة والمستشعرات التي تستخدم في أعمال الاستطلاع والمراقبة.